حول آخر التطورات بالأسواق العالمية انضم إلينا سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب من عمان. أهلا بك معنا سركيس. خليني أبدأ بهذه الظروف يعني اللي عم نشهدها بالبيت الأبيض وهذا السباق الانتخابي. خطة التحفيز يعني ربما تتصدر المشهد إذا ما كانت سيتم الاتفاق عليها وبأي حجم. اليوم كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد وانعكاسه كذلك على تداولات الدولار؟ بالفعل نحن حاليا في انتظار أي مستجدات بخصوص خطة التحفيز وإقرار خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، ويبدو أن هناك تقارب أكبر بين الآراء ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي. سابقا شهدنا بأن الحزب الجمهوري يطالب بأن تكون الخطة ذات تكلفة تقارب الواحد تقريبا تريليون دولار أو أكثر قليلا، بينما الحزب الديمقراطي يطالب بأن تكون الخطة حوالي 2.2 تريليون دولار. لكن 2.2 تريليون دولار هي بانخفاض من المطالبات الأولى بأن تكون الخطة ذات تكاليف تصل إلى 3.4 تريليون دولار. هنالك بعض التقارب بالآراء، وشهدنا مؤخرا بعض التصريحات من الرئيس الأمريكي التي دعا فيها أصحاب القرار للتوجه نحو إتمام خطة تحفيزية للاقتصاد، وبالتالي أصبح إقرار الخطة هو رهن مسألة وقت ليس أكثر، لكن مقدار هذه الخطة هو ما سيتابعه حاليا المتداولون في الأسواق المالية. بشكل عام شهدنا أداء إيجابي لمؤشرات الأسهم الأمريكية بل وفي مؤشرات الأسهم حول العالم لعدة أسباب، ومن هذه الأسباب كانت توقعات بأن تتوجه الحكومة الأمريكية الآن لإقرار حزمة مالية تحفيزية جديدة للاستمرار في تحفيز الاقتصاد الذي رغم خروجه من الأسوأ من الانكماس الاقتصادي خلال الربع الثاني، إلا أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال بالفعل بحاجة لتحفيز، حيث أن الفدرالي الأمريكي سابقا في عدة مناسبات أكد على أهمية استمرار خطط التحفيز الحكومية، وبالتالي تأثيراتها قد تكون كبيرة جدا إن كان على الأسواق المالية كأسواق أسهم إن كان في الولايات المتحدة أو في العالم، وأيضا على تحركات الدولار الأمريكي. فأقرار خطة تحفيزية تكون أقرب من 2 تريليون دولار قد يكون تأثيرها قوي جدا على أسواق الأسهم وسلبي بعض الشيء على الدولار، إذ أن ذلك سيدفع المتداولين نحو أسواق الأسهم. لكن إذا كانت هذه الخطة في حال إقرارها بالتأكيد عند مستويات حول 1 تريليون دولار فقد يكون تأثيرها محدود إن كان على الدولار أو كذلك أسواق الأسهم، وهذا ما يجعل المتداولين حاليا يترقبون هذه الخطة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. جيد سيركس، دعنا ننتقل إلى أستراليا التي ثبتت أسعار الفائدة، وأشارت تقاريرها الاقتصادية إلى أن التعافي الاقتصادي لا زال وعر وغير متساوي، يعني هكذا وصفته بهذه الكلمات، ما يدل على أن الطريق ربما غير واضح في سبيل التعافي. كيف ينعكس ذلك على الدولار الأسترالي، وهل سيقود ذلك إلى مزيد من التثبيت لمعدلات الفائدة؟ بالفعل كما تفضلت حضرتك، قرر بنك أستراليا هذا اليوم الحفاظ على سياساته المالية والنقدية شاملا تثبيت سعر الفائدة عند ربع النقطة المئوية. وفي إشارات واضحة في بيان الفائدة تم الإشارة إلى أن الطريق نحو التعافي الاقتصادي التام والعودة لمستويات النمو سابقا كمستويات ما قبل جائحة كورونا كعام 2019 سوف يتطلب وقت طويل، وتم الإشارة إلى هناك احتماليات كبيرة لأن يكون هنالك تباين في النمو. النقطة الجوهرية التي أشار لها بنك أو الاحتياطي الأسترالي هذا اليوم في بيان الفائدة هو أن البنك الفيدرالي الأسترالي لن يقوم برفع الفائدة إلا إذا أولا ارتفعت مستويات التضخم لمستويات بين 2-3%، وهي طبعا المستويات والنطاق المستهدف من بنك أستراليا، والنقطة الأخرى وهي التوظيف الكامل، وهذا ما أعطى انطباع بأن بنك أستراليا ربما سيستمر في سياسته التسهيلية لفترات مطولة من الزمن. باعتقادي حاليا بأن بنك أستراليا ربما سيبقي على تثبيتات الفائدة خلال الفترة المقبلة طبعا ما لم يحصل أمور خارجة عن الإرادة ومفاجآت بالنسبة للنمو الاقتصادي، لكن لا أستبعد أبدا أن يتم زيادة خطط التحفيز النقدي من خلال برامج شراء الأصول. فقد أعلن في بيان الفائدة هذا اليوم بأنه تم شراء بما يقارب 63
مليار دولار أسترالي من السندات، وهذا لتحفيز الاقتصاد منذ أواخر شهر 3 الماضي. ومن المتوقع أيضا أن يكون هنالك المزيد من التحفيزات، وهذا ما نراه اليوم. قد ضغط على الدولار الأسترالي لينخفض مقابل عدة عملات منها أيضا الدولار الأمريكي، ورغم اعتقادي بأن الدولار الأسترالي مرتبط أكثر مع تحسن الأسواق المالية ذات أسواق العائد المرتفع وقد يعود للارتفاع خلال الفترة المقبلة، لكن هذه الأنباء ربما سوف تبقي الضغط على الدولار الأسترالي على المدى القصير على الأقل قبل أن يعاود الارتفاع. فباعتقادي بنك أستراليا ربما سيبقي على تثبيتات الفائدة، لكن مع عدم استبعادي لإجراء المزيد من التحفيزات النقدية من خلال برامج شراء الأصول أو غيرها من الأدوات. نعم، عم نشوف تحركات الذهب، يعني سركيس ربما عم تنخفض في تداولات اليوم بعد مغادرة ترامب للمستشفى، لكن برأيك يعني ضعف الدولار إلى أي مدى قد يحد من خسائر الذهب هذه المرة ويواصل موجة الصعود؟ بالفعل شهدنا بعض الانخفاض كما تفضلتي بأسعار الذهب هذا اليوم، لكن من المهم أن نلاحظ بأن أسعار الذهب حتى هذه اللحظة فوق علامة 1900 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بحد ذاته مشجع للمضاربين للتوجه نحو مراكز مالية شرائية، إذ أن حاجز 1900 دولار للأونصة كان مؤثر جدا عندما بدأت أسعار الذهب بالانخفاض من المستويات القياسية. وحاليا ارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي أيضا يقلل من جاذبية الذهب نوعا ما، لكن بشكل عام الاتجاهات الصاعدة ما تزال قائمة. حاليا خطة الإنقاذ الأمريكية والتي ينتظرها المتداولون بفارغ الصبر قد تكون ذات تأثير إيجابي في حال إقرارها بتكاليف قد تصل إلى 2 تريليون دولار، لكن هنالك عبر التاريخ بعض المعلومات أيضا التي يجب أن نقارنها إحصائيا، وهي أنه منذ عام 1988 في الانتخابات الأمريكية وحتى عام 2016 في كل مرة في الانتخابات الأمريكية حصل انخفاض في أسعار الذهب بنسبة احتمالية إحصائية مقدارها 75%، ورغم اعتقادي بأن هذه المرة سوف تكون مختلفة نوعا ما عن ذلك للمتغيرات العديدة التي نشهدها وهي مختلفة جدا حتى عن الظروف التي شهدناها خلال عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية. فالمتداولون حاليا يراقبون التدفقات النقدية، توجهات الفدرالي الأمريكي إلى جانب المخاطر الاقتصادية في الاقتصاد العالمي كله، وهذا ما قد يبقي على الاتجاهات الصاعدة في أسعار الذهب، لكن مع عدم استبعاد لحصول بعض التذبذب بين الحين والآخر مرتبط في حركة أسواق العائد المرتفع وأيضا تحركات الدولار الأمريكي. سركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك معنا من عمان.